بص يا بركة، أنا غصب عني مش هقدر أتنازل عن حقي في البيت، وده مش عشان أنا ناقصني بيوت يعني ولا سكن، بس لأن فعلا كل ذكرياتي مع بابا الله يرحمه كانت في البيت ده، وخصوصا أوضتي اللي فوق. أنهي أوضة اللي فوق دي؟ اللي بلكونتها على الشارع. أنت مش فاهم يا بركة، البيت ده اتبنى قدام عينيا طوبة طوبة. أنا كنت من كتر فرحتي بيه بروح أدي العمال مية بإيدي وأنا صغيرة، وأنا اللي اخترت أوضتي بنفسي تكون على الشارع. أوضتك اللي على الشارع، ما هي دي الأوضة اللي أنا بنام فيها، أتاريها ريحها حلو. أوضتك اللي على الشارع وبنيتها طوبة طوبة، وإيه كمان؟ بص، أنا أول مرة أتعامل مع حد صعيدي، بس طول عمري بسمع عن جدعنتهم وشهامتهم. شوف يا بنت الناس، أنا لو عندي ذرة شك إن ليكي حق في البيت ده أسيبهولك باللي فيه. أنا راجل ما كنتش حق حد أبداً. علشان كده بقول لك شوفي سكة القانون، وأنا عن نفسي هجيب لك محامي. أنت برضك ست عايشة بطولك. لا لا، على فكرة الموضوع مش كده خالص. أنا لو عايزة البيت يا بركة هاخده. رجعنا تاني رفعت الحاجب والكلام الفارغ ده. أنا قصدي يا بركة إن أنا ليا علاقاتي. تقدر تقول كده إن ظهري مسنود. مسنود قوي. وأنا ظهري مسنود باللي أقوى من الكل. اللي يرمي حموله على الواحد ما يخافش من واحد. أوكي،